دولة دلوقتي بتتغير تماما، وانت دلوقتي بتصعد بسرعة لم تكن مسبوقة. يعني يمكن لو هنتكلم عن التطور اللي مصر حاصل بقى، لو رجعت للتاريخ ما اعتقدش تاريخيا مصر كان فيها تطور وانجازات كده الا ايام محمد علي. يعني تعال بقى قارن العصر اللي احنا فيه وبعصر محمد علي والطفرة اللي هو عملها في مصر، اعتقد ما شفناهاش بهذا الشكل غير دلوقتي. فبجد شيء محترم. ولو اتكلمنا تاني عن الرياضة، احنا دلوقتي حصلنا على 6 ميداليات، جميل جدا، ولكن الحديث اللي اتكلم عنه يا كريم سيادة الرئيس، وفكرة الطموح وفكرة الإرادة وفكرة ان انا عايز الاحسن، انا عايز هذا الملف يكون يعني واخد كل الاهتمام والدعم من قبل الدولة من اصغر واحد لاكبر واحد، انا عايز اللعيبة والابطال بتوعي يروحوا مش ناقصهم اي حاجة، ده كان الكلام بالاضافة للدعم المعنوي. فانت بتتكلم دلوقتي في منظومة، اعتقد ده هياخدنا بقى ليه بعد كده فرنسا 2024، ان احنا عايزين نشوف مش 6 ميداليات، احنا عايزين 2024 وغيره وغيره وغيره. ليه؟ لان الطموحات اللي موجوده دلوقتي من الجمهور اكيد لازم ان هي تكون يعني بتتساوى مع التطور اللي حاصل في البلد. فطموح يعني اعتقد ان هو مشروع جدا. خلاص، عارف فكر زمان بقى تمثيل مشرف، تمثيل كويس، اديته اداء حلو، ولكن انا دلوقتي في ليفل تاني كدوله، انا في ليفل تاني خالص، ولسه باذن الله يا رب. فده اللي احنا عايزين نشوفه على ارض الواقع في كمان البطولات اللي جايه.